يعطيك العافية. اليوم بدي أكمل على المادة، بدي أكمل على تشابتر 25 اللي راح نحكي فيه عن الـ Differential Equations or the ODEs. في الـ ODEs هاي راح نركز أكثر إشي على methods بسموهم رانش كوتا methods. أوكي؟ هلا بقول لك إن general إذا في عندك differential equation dy by dx بتساوي عندك ياها certain function اسمه f of x and y. اوكي هسه لو برتب هون راح يطلع معي dy بتساوي f of xy times dx، عمل لها تكامل راح يطلع معك y as function of انه x بتساوي عندي ياها التكامل of function f of xy dx. اوكي هسا احنا اللي مطلوب منا في المادي هون to solve this differential equation اللي عندي اياها هون. هلا غالبا انك توجد الفورم هذا مش سهل، انك توجد انه y as function of التكامل of function f xy dx هذا غالبا عندي اياه مش سهل، علشان هيك راح نحتاج numerical methods. اوكي شباب اوكي هلا انه اول method عندي اياها اللي بدي اسميه هون انه Euler's method. هاي الميثود بتحكي لك ايش اذا عندك ال differential equation dy by dx بتساوي عندي f of xy وبدك توجد فيها y، هاي بتحكي لك yi plus 1 بتساوي yi plus dy by dx times h، او اللي بدي احكيها بالكلمات y nu بتساوي عندي اياها y all the plus slope عندي اياها الديريفاتيف في الستيب سايز h. اوكي طيب او بدال dy by dx هاي اللي عندي اياها نفسها الـ function f of x y هيكون عندي y i plus 1 بتساوي y i plus f of x i and y i times h. هلا هاي بدي اسميها in Euler's equation. اوكي هلا عندي كمان ايش y i plus 1 هاي هي انا في الاساس عندي اياها ايش y of انه x i plus 1. اوكي y i هي عندي اياها y of xi و xi plus 1 بتساوي xi plus الستيب سايز h. اوكي طيب نشوف فيها مثال. هسه راح اجي لل derivation لل equation هاي بس صبركم علي شوي. هلا نشوف فيها مثال. هاي اذا قايل لك عندي differential equation dy by dx بتساوي عندي اياها minus 2x cube plus 12x تربيع minus 20x plus 8.5. يطالب منك انك to solve او to integrate او انك توجد ال y هاي هون عندي اياها من انه x 0 to 1 اذا معطيك h او الستيب سايز عندي اياها 0.5 ومعطيك y of 0 عندي اياها واحد او x of or انه x not عندي اياها 0. اوكي بدي منك هون تو انك تحل ال differential equation هاي من 0 الى 1 باستخدام المعطيات اللي عندي اياها هون. اوكي طيب هسه انه احنا بنعرف ان Euler's equation عندي اياها كانت ايش y of xi plus 1 بتساوي y of xi plus f of xi and y of xi times h. تنساش انها yi هاي عندي هي y of xi. اوكي شباب اوكي طيب هلا بدي احل هون بدي ابلش ايش انه i راح تكون عندي اياها بالبدايه 0 اذا بعوض هون i عندي اياها 0 راح يطلع معي ايش y of x1 بتساوي y of x0 plus f of x0 و y of x naught times h. اوكي هسه شو x naught شو x1 x naught عندي اياها given 0
وx1 عندي هي x naught plus h اللي عندي اياها 0.5 اوكي هذول لو بعوضهم هون راح يطلع معي y of 0.5 بتساوي y of 0 plus f of 0 and y of 0 times h اوكي هلا y of 0 عندي اياها هون given عندي اياها 1 plus f of 0 y of 0 هلا f of 0 y 0 y of 0 بنعرف انه عندي اياها 1 اذا f حيكون عندي f of 0 1 اوكي هسه لو بعوض f of 0 1 هون انه x عندي اياها 0 y عندي اياها 1 راح يطلع معي انه f of x y اللي هي هاي بتساوي عندي اياها 8.5 اوكي سلو بعوضها راح يطلع معي انه f of 0 1 او اللي عندي اياها f of x i y of x i حيكون عندي اياها بتساوي 8.5 وال h عندي اياها 0.5 بحسب راح يطلع معي y of 8.5 بتساوي 5.25 اوكي طيب هلا خلصنا هيك لا احنا المطلوب منا من 0 الى 1 at x 0 y of 0 عندي 1 هسه انا بدي كمان الستيب سايزات اللي طلع منها انه i انه عندما i is 0 x 1 عندي اياها 0.5 هسه ما وصلناش لنهايه الفتره بدي اضيف i اخليها 1 اوكي صح اذا بعوض هون i 1 راح يطلع معي ايش y of x2 بتساوي y of x1 plus f of x1 and y of x1 times h هلا شو x1 وشو x2 x1 عندي اياها نص من السابقه هاي اللي هون x1 عندي اياها نص و x2 عندي اياها بتساوي x1 plus h x1 نص وال h عندي اياها نص اذا x2 عندي اياها 1 اوكي اذا هاي حتكون عندي ايش y of 1 بتساوي y of 0.5 زائد f of x x عندي x1 عفوا f of x1 عندي اياها 0.5 و y x1 هي y of 0.5 هسه y of 0.5 عندي اياها من هون y 0.5 عندي اياها 5.25 اذا ال function f عندي اياها صار f of 0 and 5.25 بعوض راح يطلع معك هاي عندي اياها من الايتريشن السابق 5.25 plus f 0.5525 h f 0.5 and 5.25 هاي بعوضها بالفانكشن هذا صح راح يطلع معي انه f حيكون بتساوي 1.25 اذا بعوضها هون انه x عندي اياها 0.5 y 5.25 راح يطلع معي قيمتها 1.25 بعوضها هون h h عندي اياها نص بحسب راح يطلع معي y of 1 عندي اياها 5.875 اوكي شباب اوكي هسه اذا بدك التفاصيل ثاني اكثر هسه في الكتاب طالب منك التكامل x بتساوي كأنه ثلاث يعني نعمل لك i 0 1 2 3 4 5 and 6 اوكي بس انا هون عشان هالبروسيجر واحدة ما راح افوض بكل الايتريشنز هاي اوكي هسه من وين جبنا الايكويشن هاي من وين جبناها من وين طيب هسه لو ذاكرين بتيلر السيريز كانت تحكي لك ايش y i plus 1 بتساوي عندي y i plus y i derivative prime هاي times h plus y derivative 2 h تربيع على 2 plus y المشتقة الثالثة في h cube مقسومة على 3 factorial plus 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 y المشتقة n في h قوة n مقسومة على n factorial plus rn ال rn احنا كنا بنسميها chapter 4 كنا نسميها الريميندر اوكي يا شباب اوكي
هسه بس 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 ايش عندي واي برايم واي اي برايم عندي اياها شو هي اصلا دي واي باي دي اكس مش هيك يا انا عندي اياها دي واي باي دي اكس او اللي سميناها في البداية هون اف اوف اكس واي صح اف اوف اكس واي هسه لو بعوض هاي هون في التيلر سيريز هاي راح يطلع ما ايش y i plus 1 بتساوي y i plus f of x i y i h plus f prime محل y double prime حيطلع عندي f prime okay f prime x i y i في h تربيع 2 الى f المشتقة n minus 1 عشان الديريفاتيف هون عندي قلت المقدار 1 صح f derivative of n minus 1 of xi yi times h power n مقسوم على n factorial plus h plus o of hn plus 1 هل هاي بسميها ايش the order of the error okay the order of the error حس n plus 1 ليش n plus 1 مش n على شنو انا الاوردر هون عندي اياه قل مقدار واحد عشان هيك راح يكون عندي n plus 1 اوكي شباب هسه او اتش ان بلس 1 بدي اسميه هون لوكال 8 ترانكيشن انه ايرور هي تعتمد على شغلتين ستيب سايز والان زي ما حكيت سابقا في تيلر سيريز طيب هسه اذا ملاحظين انه اويلرز equation عندي اياها بس الثلاثة terms اللي عندي اياهم هون او two terms اللي عندي اياهم هون صح ان Euler equation بتساوي yi plus 1 بتساوي yi plus f بدون ال prime هاي انا اسف f of xi yi times h اوكي شباب هلا هاي عندي اياها ان Euler equation اوكي هسه هاي راح اصلحها في النوتس اوكي يا شباب اوكي فاين هسه احنا ذاكرين في تيلر سيريز اذا بتاخذ انفينيت نمبرز اوف تيرمز راح يعطيك اكزاكت سولوشن صح طيب. اذا بدي نحسب الترو ايرور اللي عندي كان بيساوي ايش الترو فاليو my muscle approximate value اوكي بس انا هون اذا بعوض الترو فاليو انه كل الكترمات هاي الترو فاليو اكون عندي اياها كل الكترمات هاي صح ماينس الابروكسيميت فاليو اللي عندي اياها جاي من الايكويشن هاي راح يطلع ما ايش انه الترو ايرور راح يصير عندي الكترمات هاي وطالع اوكي الكترمات من اف برايم وطالع اوكي ماشي هسه بس انه يستحيل نحسب القيم هاي كلها اوكي عشان هيك راح ناخذ بس اول تيرم اللي عندي هون راح اسميه انه اي اي ثواني هلا شو اي تي هاي راح اسميها في ال differential equation راح اسميها true local truncation انه error اوكي اما اي اي اللي عندي f prime of x i y i في h تربيع مقسومة على 2 بدي اسميها the approximate local truncation انه error اوكي هلا مستحيل نحسب اي تي هاي فبنكتفي بس ب اي اي اوكي هسا ان اويلرز الميثود هاي زي ما شفتوا عندي اياها سهله بس انه في لها مساوئ شو مساوئها شوي مش دقيقه دقه ان اويلرز الميثود عندي اياها تعبانه علشان هيك كنا بدي اطور دقه ان اويلر الميثود هاي هلا في عندي تو ميثودز اول ميثود هون بدي اسميها انه هونز الميثود والميثود الثانيه عندي اياها
midpoint method. اوكي شباب اوكي هلا بالكتو ميثودز اللي عندي اياهم هون بنحتاج الى تو ستيبس حتى ان نحسب الديفرنشال ايكويشن سولوشن. ستيب 1 بدي اسميها بريدكتور، الستيب 2 بدي اسميها كوركتر. شوي شوي بنشوف. اوكي خليني ابلش هون في هونز ميثود. هونز ميثود هاي بتحكي لك ايش اذا في عندك ديفرنشال ايكويشن دي واي باي دي اكس بتساوي عندي اف اوف اكس اند واي. السولوشن عندي راح يجي على تو ستيبس. اوكي زي ما حكينا هون انه بدك تو ستيبس. ستيب 1 عندي اياها واي اي بلس 1 نوت بتساوي واي اي بلس اف اوف اكس اي اند واي اي تايمز اتش. اللي هاي نفسها عندي اياها ان اويلر ايكويشن. اوكي بس هونز صاحبنا هون اما فاش في الستيب هاي اجا قال بدي كمان ستيب ثاني حتى اني اضبط دقة السولوشن. اجا قال الستيب 2 الكوركتر اللي هاي اسمها البريدكتر او المتوقع والكوركتر المصحح واي اي بلس 1 بدها تكون عنديها بتساوي واي اي بلس اف اوف اكس اي واي اي بلس اف اوف اكس اي بلس 1 اند واي اي بلس 1 نوت اللي عنديها هاي مقسوم مع 2 تايمز الاتش. اوكي اجى ضاف عندي هون بس ستيب ثاني حتى انه يزيد دقه السولوشن. اوكي اما في الميد بوينت ميثود اجى حط البريدكتر قبل ان اويلر ايكويشن بنص المسافه قبل ان اويلر ايكويشن. تحكي لك ايش الميد بوينت هاي؟ تحكي لك اذا في عندك ديفرنشال ايكويشن دي واي باي دي اكس بتساوي اف اوف اكس واي بحكي لك انه الستيب 1 البريدكتر انه عندي واي اي بلس نص المسافه بدي تشي كامله نص الستيب سايز يعني واي اي بلس 1 بتساوي واي اي بلس اف اوف اكس اي واي اي في اتش مقسوم على 2. هلا الستيب هاي اسمها البريدكتر. اوكي ستيب 2 او الكاركتر هون اللي هي عندي اياها راح تكون واي اي بلس 1 بتساوي واي اي بلس اف اوف اكس اي بلس نص اند واي اي بلس نص تايمز اتش. بس هون بدي اركز على شغله انه اكس اي بلس نص هي عندي اكس اي بلس نص اتش. اوكي هسه بنشوف اذا معطيك مثال هون اذا معطيك مثال معطيك differential equation dy dx بتساوي عندي اياها 4e power 0.8x minus 0.5y. طالب منك انك تحل ال equation هاي من x بتساوي 0 الى x 1 using the step size عندي 1 ومعطيك كمان y of 0 بتساوي 2. اوكي شباب اوكي طالب منك انه السولوشن هذا بدي اياه ان تو ميثودز هونز ميثود والميد بوينت ميثود. اوكي هسا نشوف ان هونز ميثود اللي كانت بتحكي لك ايش y plus 1 نوت بتساوي عندي اياها y i plus f of x i y i times h وال السولوشن y i plus 1 بتساوي y i زائد f of x i y i plus f of x i plus 1 and y i plus 1 نوت على 2 times h. اوكي طيب هسه هون بدي احط i بتساوي 0 زي ما عملت سابقا يكون عندي ايش y 1 of 0 بتساوي y 0 يعني y 1 نوت بتساوي y نوت بلس f x نوت y نوت تايمز h. اوكي او اللي عندي اياها ايش راح يكون هاي y of x1 نوت بتساوي
y of x naught plus f x naught and y of x naught times h. Okay, هسا شو x naught شو x one؟ x naught عندي إياها الزيرو اللي عندي إياها هون، هاي بيكون عندي إياها x naught، و x one هي x naught plus h اللي عندي إياها زيرو h واحد بتساوي واحد. إذا y one naught بتساوي y of zero plus f of zero y zero times h. Okay, هسا y of zero هاي عندي إياها الاثنين given بالسؤال عندي إياها هون. إذا ال f of zero and y of zero حيكون عندي f of zero and two. لو بعوض zero and two في ال equation اللي عندي إياها هون، اللي هاي عندي إياها f of x قادم. إنه قلنا dy dx هي عنديها اصلا f x and y صح؟ لو بعوضها هون راح يطلع معي f 0 2 عنديها 3 اوكي؟ بعوض هون y of no y of 0 عنديها 2 زائد f 0 y 0 عنديها 3 من هون h عنديها 1 اذا y 1 نوت بتساوي 5. هسه انا خلصت ال البريدكتور ستيب، هسه بدي كمان الكاركتر ستيب. اوكي الكاركتر ستيب عندي راح تكون ايش؟ y1 plus y0 plus fx0 y0 زائد fx1 y1 نوت مقسوم على 2 الكل تايمز h. اوكي بعوض هون او هاي بدي اكتبها على شكل ثاني، y of x0 بتساوي عندي عفوا y of x1 بتساوي y of x0 plus fx0 y x0 plus fx1 plus عفوا ها and همشي plus ها and فاصلة y0 في x1 الكل على 2 times h. اوكي okay. بعوض هون x1 عندي اياها 1 ال x0 0 f x0 y of x0 بنعرف عندي f of 0 2 f of x1 ال x1 عندي اياها واحد y x1 اللي هي واحد نوت بدها تكون عندي خمسة اللي طلعناها هون، بدها تكون عندي اذا y1 بتساوي y of 0 plus f 0 2 plus f 1 5 على 2 times h. هلا هاي بنعرفها من ال step 1 f 1 5 بعوضها بال function بال differential equation عندي اياها هون راح يطلع معي قيمة f 1 and 5 عندي اياها 6.4 بعوضها وال h عندي اياها 1 راح يطلع معي y of 1 هي 6.701. اوكي اوكي هسه هاي كانت عندي اياها 6.701 وفي في اويلر كانت عندي اياها 5. اوكي طيب هسه الميثود الثانية بي اللي عندي اياها الميد بوينت ميثود تحكي لك ايش؟ انه كان y i plus نص بتساوي y i plus f of x i y i times h على 2 والكوركتر ستيب عندي اياها y i plus 1 بتساوي y i plus f x i plus نص and y i plus نص times h. اوكي okay? هسا اذا i 0 بدي دائما ابلش من i 0 راح يكون عندي ايش؟ y النص بتساوي y نوت بلس fx نوت y نوت على h 2 صح؟ او اللي بدي اكتبها بشكل ثاني y of x نص بتساوي y of x نوت زائد fx نوت y x نوت في h 2 x النص عندي اياها x نوت بلس h على 2 اللي عندي اياها نص والاكس نوت عندي اياها 0 فبعوض هون راح يطلع معي y of ال 0.5 بتساوي y of 0 f 0 and y of 0 ال y of 0 عندي اياها 2 في h على 2 بعوض هون راح يطلع معي ال y of ال 0.5 عندي اياها 3.5. اوكي هسه هاي كلها ال predictor step. هلا بدي ال corrector step step 2. step 2 اللي هي عندي اياها من هاي y1 بتساوي y0 plus fx نص y نص h او ب
شكل ثاني y of x1 بتساوي y x0 plus f x0 and y of x0 times h. x0 عندي اياها 0, x1 هي x0 plus h كاملة, الستيب سايز كاملة بتساوي 1. اوكي بعوض هون y of 1 بتساوي y of 0 f x0 عندي اياها النص من هون, and y of x النص y of نص, صح؟ شنو x النص عندي اياها نص, y of 0.5 طلعناها من ال predictor step اللي عندي اياها 3.5, بعوض هون بعوض f ال 0.5 وال 3.5 في ال function اللي عندي اياها هون, اوكي اللي قيمته هتكون عندي اياها 4.22, بعوض h كمان 1 والy of 0.2 عندي اياها given بالسؤال, راح يطلع معك y of 1 عندي اياها 6.22. اوكي اوكي شباب, اوكي هسا اذا لاحظين في فرق بين y of 1 في هونز ميثود y of 1 في الميد بوينت ميثود, صح؟ انه اذا بدي بس في اويلر راح يطلع عندي اياها 5. هلا كيف بدك تعرف اياها ادق؟ بنحسب الاكزاكت التكامل ال exact of the function هذا, بعوض فيها y بتساوي or y of 1, وبنشوف بقارن بينها وبين the solution of each method. اوكي شباب اوكي, هلا لحد هون بدي اكمل. في الفيديو القادم راح نحكي عن رانش كوتا methods ب تمعن انه اكثر. اوكي يعطيكم العافيه.